والآن هذه لجنة العمل الثانية، وهي عبارة عن مشاورة أكملتها لجنة العمل، والآن قيلت إلى الهيئة التأسيسية، والخطوة القادمة هي الهيئة التأسيسية أن تباشر في المداولة والنقاش في هذه المسألة. النقطة اللي لغاية الأهمية أنه الآن لجنة العمل انتهى هذه الوثيقة من ملك الهيئة التأسيسية قابلة للتغيير وللتعديل وللإلغاء الحصري القانوني. ليس هناك يعني بناء وثيقة أمس كانوا عليها توافق معنا في وسط العصر. الآن في توافق لكن في خلاف عن الظروف.